استعرض ذكريات الكاتب الدكتور كمال طه عن اللغة العربية في أمريكا. كتب دكتور كمال طه: لا شك أن اللغة العربية ليست جديدة في المهجر الأمريكي، وجودها كان وما زال مرتبطا بوجود الجاليات العربية وتكاثرها، ولقد حافظ عليها الرعيل الأول من المهاجرين العرب منذ أوائل القرن 19 وحتى منتصف القرن 20 من خلال إنشاء الروابط القلمية في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية وإصدار بعض الصحف باللغة العربية. أبدع عدد من شعراء المهجر من أمثال ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، إيليا أبو ماضي وغيرهم، وتركوا لنا تراثا أدبيا من خلال الدواوين الشعرية التي نظموها والكتابات التي خلدت ذكرهم. تنطوي أهمية اللغة العربية على أنها لغة القرآن الكريم، لغة العلوم والآداب والفنون والتراث والترجمة التي حافظت على مكنونات الفلسفة الإغريقية. هي الآن لغة ما يزيد عن 300 مليون من العرب من أقصى المحيط إلى الخليج وفي شتى العالم. إلى جانب أهميتها ومكانتها لدى مئات الملايين الذين يستعملونها في صلواتهم وفي محادثاتهم اليومية. فضلا عن ذلك، اعتمدت اللغة العربية في عام 1974 لغة رسمية في منظومة الأمم المتحدة، وأصبحت تدرس في المنظمة العالمية إلى جانب اللغات الرسمية الأخرى: الإنجليزية، الفرنسية، الروسية والصينية والإسبانية. هكذا دخلت اللغة العربية مرحلة العولمة، مما زاد من الإقبال على تعلمها والإلمام بها لدوافع عديدة. أيضا يرى الكاتب لأهمية اللغة العربية المرتبطة بتاريخ المنطقة العربية والإسلامية وحضارتها على مدى قرون طويلة. أولى المستشرقون اهتماما بدراسة هذه اللغة وتعليمها، حيث أتقن العديدون منهم التخاطب بها وتعلمها في أرقى الجامعات الأمريكية. ظهر عدد من الأكاديميين الغربيين أسهموا إلى حد كبير في التعريف بهذه اللغة وآدابها وتدريسها، ومن ثم اعتمد عدد من كبريات الجامعات الأمريكية منح درجات علمية في دراسات الشرق الأوسط التي تعتبر اللغة العربية من المواضيع الأساسية فيها. مع تزايد الاهتمام بالمنطقة العربية في الخمسينات من سنوات الماضية وتواصل موجات الهجرة من تلك المنطقة إلى العالم الجديد، أصبحت اللغة العربية لغة ذات شأن، كما يقول الكاتب، تدرس الآن في العديد من المدارس الأمريكية حيث تتركز هذه الجاليات المهاجرة. أيضا يرى أن الاهتمام بالمنطقة العربية وهذه الطفرة التي ساهمت في ازدياد الاهتمام باللغة العربية وتدريسها في الولايات المتحدة الأمريكية لا تخلو من المشكلات على مستوى مناهج التدريس، المواد المستعملة وطرائق التدريس نفسها، ومدى معرفة المعلمين أنفسهم باللغة نفسها. يعتبر الحفاظ على الهوية العربية لأبنائنا في الغربة هاجزا لمعظم المهاجرين، انطلاقا من مسؤولياتهم اتجاه أبنائهم بعد اختيارهم الهجرة والاستقرار بعيدا عن موطنهم الأصلي. كثيرا ما نستمع إلى تساؤلات الأهل: كيف أعلم ابني العربية؟ ابني لا يريد تعلم اللغة العربية، ماذا أفعل؟ غادة أحمد صلاح، الأستاذة في مدرسة Universal Learning والتي لديها باع طويل في تعليم اللغة العربية، تنضم إلينا الآن مباشرة. صباح النور يا غادة. صباح الورد أخت ليلى، وبشكرك على هالمقدمة الجميلة عن اللغة العربية. صباح النور لك غادة، ومرحبا بك في لغة الضاد الجميلة الرائعة. أكيد. أكيد لغة الضاد، يعني هذه اللغة الجميلة التي يحرى بنا نحن ومجتمع المهاجرين أن نحافظ عليها. استوقفتني هذه الأبيات الجميلة للشاعر اللبناني حليم دموس، يقول: لا تلمني في هواها، أنا لا أهوى سواها، لغة الأجداد هذه رفع الله لواها، كلما مر زمان زادها مدحا وجاها. الله. أكيد أكيد أكيد. بحب أول إشي أصبح على المستمعين الكرام، وبحب كمان أضيف للشاعر حافظ إبراهيم لما وصفها بأنها البحر، لما تحدث على لسان اللغة العربية وقال: أنا البحر في أحشائه الدر كامن. وبرجع برضو بخبرنا في أبيات أخرى، لأن هي لغة سماوية اللغة العربية، فبخبرنا في أبيات أخرى
إن سقى الله في بطن الجزيرة عظما. ففي أبيات كثيرة على اللغة العربية، واللغة العربية هي فعلا بحر، بحر بحر بمفرداتها وبمرادفاتها وبكل ما تحتويه من أشياء جميلة، لغة جميلة جدا، ولكن هي لغة يعني فيها أقول لغة جدية، فلحتى أدرسها للأطفال لازم أني أحاول أبسطها لإلهم. دعيني أبدأ معك من خبرتك الطويلة، لو نستعرض يعني أنت درست اللغة العربية لمراحل عمرية مختلفة في مدارس مختلفة، لو تستعرضين لنا هذه المدارس خلال خبرتك، وما هي المراحل العمرية التي درستي هذه اللغة لطلابنا أو أبنائنا في المهجر؟ أول إشي درست في مدارس حماد Educational Services لغاية 8 سنين اللغة العربية، ودرست في مدارس ديربون لمدة سنتين اللغة العربية. المراحل اللي درستها في مدارس ديربون كانت من مرحلة التمهيدي للصف الخامس الابتدائي، وفي مدارس حماد Education Services درست من مرحلة اللي هي البستان اللي هي السنة ما قبل التمهيد اللي هو بيسموه بريسكول لغاية الصف العاشر اللي هي المرحلة الثانوية. ما أسماء بعض المدارس في ديربون التي البوبليك يعني التي درست فيها لغة عربية؟ أود أن أعرف ما هي بعض المدارس البوبليك في ديربون التي تدرس أيضا اللغة العربية غادة؟ هلا كل المدارس في ديربون تدرس اللغة العربية، ولكن بكميات أخف من تدريسها في مدارس حماد Education Services. درست أنا في مدارس في مدارس تشارتر سكول، البوبليك سكول نعم بتكون أقل من التشارتر سكول، صحيح؟ عدد الحصص تمام. أقل نعم نعم. لما درست في البوبليك سكول السنة الأولى التي درست فيها درست اللغة العربية لمدة 3 حصص في الأسبوع للمراحل تمهيدي لغاية الصف الخامس في مدرسة بيكر، ودرست في مدرسة ماكدونالد برضو موجودة في ديربون برضو تمهيدي للصف الخامس، هذه مدارس بوبليك في ديربون. عند حماد Education Services كنا ندرس في بداية التدريس، والذي كان في عام 2007 لما أنا بدأت التدريس اللغة العربية، هن بدرس اللغة العربية من أول ما فتحت المدارس، بس أنا لما بدأت تدريس اللغة العربية في 2007 كنا ندرس 5 أيام في الأسبوع اللغة العربية من مرحلة التمهيدي لغاية الصف السابع، بعدين تطورت المدرسة وكبرت لصارت للمرحلة الثانوية. نستمع كما استمعتي غادة إلى تساؤلات الأهل، كيف أعلم ابني اللغة العربية؟ ابني لا يريد تعلم اللغة العربية، ماذا أفعل؟ أيضا قرأت على مستمعينا أيضا رأي الكاتب الدكتور كمال طه الذي اعتبر أن هناك مشكلات في التدريس على مستوى المناهج، المواد المستعملة، طرق التدريس نفسها، ومدى أهل المعلمين نفسهم لتعليم اللغة العربية. هل ترين كل ذلك واقعا حقيقة؟ نبدأ من الطفل أستاذة غادة، هل الأطفال فعلا لا يرغبون بتعلم اللغة العربية؟ هل يجدونها صعبة مثلا؟ هلا أنا رح أختلف معك بالرأي من خبرتي. لا أنا فقط أتناول ما أسمع، يعني هذا لا أتبنى رأي يعني. نعم، لأنه أنا من خبرتي مع الأطفال هلأ مراحل اللي هي البستان لغاية الصف الخامس المرحلة الابتدائية، الأطفال في شغف لتعلم اللغة العربية، سواء كانوا الأطفال عرب أو في عنا أطفال غير عرب وبيحبوا يتعلموا اللغة العربية، لأن المدرسين عنا بيحاولوا يبسطوها لإلهم على مستوى الطفل. يعني إحنا في عنا في اللغة العربية مفردات كتير عميقة وكتير صعبة، فنحن منحاول نبسطها للطفل، منحاول نلجأ للأناشيد، للمسرحيات، للتمثيل، تمثيل الكلمة، يعني مش تمثيل مسرحيات، ممكن الكلمة نمثلها لحتى ترسخ في ذهن الطفل. الأهالي بيشجعوا كتير على التدريس، بيشجعوا أطفالهم. هلأ ممكن تلاقي حالات شواذ، حالات يعني في أهالي ممكن يقول لك إنه أوكي مش مهم اللغة العربية، بس أنا اللي لاحظته قديه نسبة الأهالي غادة اللي بيقولوا لك أنا مش مهم عندي اللغة العربية كتير؟ لا تتعدى 1% يمكن. يعني إذا الأهل مهتمين بتعليم أبنائهم اللغة العربية ومتابعتهم وبدهم أولادهم يتعلموا، قديه نسبة الأطفال اللي بيواجهوك ما بدهم يتعلموا أو بيلاقوها لغة صعبة عليهم، صعبة التعلم؟ هلأ صعبة بتعتمد على حسب أسلوب المدرس اللي بيقدم اللغة، يعني أنا ممكن أبسطها للطالب لحتى يحبها، ممكن أخليها لغة يستخدمها. أنا ما بدي أدرس اللغة للطالب
بس أحفظوا كلمات وأحفظوا قواعد، لأنه إحنا قواعد اللغة العربية كمان عميقة جدا، فأنا بدي أدرس اللغة بطريقة مبسطة لحتى يستخدمها في حياته. يعني لما يروح يرجع على البيت يتحدث في اللغة العربية مع أهله، يقولهم شو تعلم، بدرسها من خلال الثقافة. إحنا في عنا تعدد جنسيات في المدارس، سواء في ديربون أو في مدارسنا حماد إدوكيشن سيرفيسز، فأنا بحاول إني أقارب بين نحن المهجات. نأخذ مدارس السيدة حمادي إدوكيشنال سيرفيس أزا يعني نأخذها مثال اليوم في تدريس اللغة العربية وطرقها، وطبعا هناك مدارس أخرى كثيرة تدرس اللغة العربية. أستاذة غادة، يعني هل تتفقين مع الدكتور كمال أن هناك مشكلة في المناهج؟ هناك مشكلة كما أشرتي، الطلبة برأيك لا يرفضون تعلم اللغة العربية، ولكن طريقة وأسلوب المدرس، المنهج نفسه يلعب دور. هل تتفقين مع الدكتور كمال طه في هذا الموضوع؟ أكيد أكيد أوافقه بالرأي، لأنه ما عندنا منهج ثابت للغة العربية مقنن للبيئة الأمريكية. يعني ما بحاول أخذ مفرداتي في هذا المنهج. هلأ إحنا المناهج بتجينا من بلاد أخرى، البلاد العربية، بس نحن بنحاول أنه نقننها بطريقة تتلائم مع بيئة الطفل، نستخدم المفردات اللي بده يستخدمها الطفل في حياته اليومية. بحاول اني اعمل دمج بين الموضوع اللي بيدرسه باللغة الانجليزية، مثلا ادمج موضوع ادرسه اياه باللغة العربية. يعني درس الطالب او الطفل عن الفصول الاربعة four seasons، درسها في اللغة الانجليزية، باش بقدم له درس، ما بترجم الدرس اللي درسه هو، بقدم له درس او نشيدة او مسرحية وبخليه يمثلها عن الفصول الاربعة، فالمفهوم رسخ في ذهن الطالب باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، فهذا بيساعد الطالب على أنه يحب ويتفاعل مع اللغة، لأنه ما بعدت عن المنهاج اللي بدرسه بالإنجليش. كمان عنا عاملين بيلعبوا هون، أولا طريقة التدريس كما أشرتي، هذا عامل أنه نحبب عامل أساسي أنه كيف ندرس الأطفال. يعني لا يجب أن لا ندخل كما أشرتي إلى نقطة هامة في موضوع تعليم القواعد، نحن نريد أن يعني يعرفوا القراءة والكتابة على الأقل بطلاقة. أسلوب التدريس، المنهج كمان كما أشرتي بيلعب دور كبير. ماذا عن التعليم باللغة العامية أو الفصحى؟ يعني أكيد طلابنا جايين من خلفيات مختلفة، يعني اليمني، السوري، لهجات العراقي، متعددة. لهجات متعددة. إذن هل الأصلح أستاذة غادة أن يكون هناك توحيد للغة، أن يكون التعليم باللغة الفصحى مثلا على قدر المستطاع، هيك برأيك الأفضل؟ يعني هلأ من خلال التدريس نحن في مدارس حماد Educational Services نستخدم الفصحى المبسطة، ولكن منشجع على التعارف على اللهجات. يعني أنا في عندي بقدم الكلمة باللغة الفصحى، ولكن بسأل الطلاب كيف بتقولها في العراقي مثلا، كيف حالك، ماشي، هلأ بالعراقي شو بتقول، شلونك، مثلا إذا عندي حدا من مصر شو بتقول باللهجة المصرية، إزايك، فبتعرفوا على هذه اللهجات، بنكتبها على اللوح، بصير الأولاد يتحدثوا فيها مع بعض. بعمل محادثة بينهم، أو المعلمين بعمل محادثة بينهم لحتى يتفاعلوا مع بعض باللهجات الأخرى، وهذا أكثر درس بستمتع فيه الطلاب لما نبلش نتحدث عن اللهجات، ببلش يتعرفوا على الكلمة بلهجات أخرى، بروحوا بنقلوها لأهلهم، والأهل بيجوا بيشكرونا وبتعرفوا على هذه الشغلات كمان، لأنه أنت موجود مفتوح قدامك أنك تتعرف على لهجات البلاد الأخرى. بس بحب أوضح للأطفال أنا أنه هن بفكر، بيجي الولد بقول لي أنه أنا أتحدث اللغة العراقية، بقول له لا، العراقية لهجة، أنت تتحدث اللغة العربية، كلنا نتحدث اللغة العربية ولكن بلهجات مختلفة حسب البلدان العربية. طيب أبنائنا في العالم العربي يتعلمون عدة لغات بدون أي مشكلة أستاذة غادة، يعني بيتعلموا الإنجليزي، بيتعلموا الفرنسي، بيتعلموا العربي بطلاقة، يعني هذا واضح جدا. لماذا أبنائنا في أمريكا يعني يواجهون صعوبة؟ إذا كنا نأخذ حصة لا بأس فيها في المدارس، إذن لماذا الطفل لا يتحدث اللغة العربية؟ هل هي الممارسة مثلا برأيك، أنه ما في ممارسة أكيد بالبيت؟ هذا أحد العوامل بتشوفيه مهم جدا، أنه الطفل بالبيت لازم نحكي معه عربي حصري أو يعني حتى يقدر يتذكر المفردات اللي عم يتعلمها. أكيد اللغة العربية إذا ما كان في ممارسة لاستخدام اللغة العربية والتحدث بها، فبنسى الولد.
فلما بده يرجع بده يرجع كأنه ببلش من أول وجديد، لأنها صعب إنه يتذكرها. بس هلأ في البيت بحاولوا الأهل إنه يشجعوا أطفال، يعني إحنا عنا أنا بشوف نسبة الأهل نسبة عالية جدا بشجعوا أطفال، بقول لك هذه لغتي بدي ابني يتواصل مع مثلا قدي بتشوفي نسبة، خلينا نكون شفافين، قدي نسبة الأهل اللي بيحكوا مع أولادهم عربي بالبيت؟ يعني والا ما كان عندنا مشكله، شوفي لو الموضوع وردي، لو موضوع وردي ما كان عندنا مشكله اولادنا يحكوا عربي يعني. لا والله بتحدثوا نعم. باللغه العربيه لا بتحدثوا نعم. معهم بنسبه يعني لحتى اكون يعني نعم. عادله بنسبه 99%، كل الاهالي العرب بتحدثوا باللغه العربيه ولكن كل واحد بلهجته بلهجه بلده. اليمني بتحدث باللهجة اليمنية، العراقي باللهجة العراقية، يعني بتحدث مع أولادهم مش لغة عربية فصحى في البيت بس لكن بلهجته. يعني حتى بالاجتماعات لما بيجوا الأولاد بنبقى عمالنا مثلا بنتحدث مع الأهل، فبصير هو يتحدث بلهجته لوالدته أو والده ليحاول يوصل له المفهوم بالطريقة اللي بفهمها مثلا الأب بلهجته. يعني نحن لدينا مشكلة أكيد، يعني وأنا أطرح هذا الموضوع من منظور دراستي الخاصة ومشاهدتي الخاصة، أنا أقوم يعني بدراسة أكاديمية، أول دراسة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توثيق تدريس اللغة العربية. لا شك لدينا مشكلة كبيرة وأبنائنا يفقدون لغتهم العربية. سؤالي يعني أدي بتحسي أنه نسبة الأطفال الذين يتحدثون ويقرؤون بطلاقة اللغة العربية؟ اوكي هلا بدي اتوقف عند القراءه بطلاقه. نعم. لانه هون دخلنا في صعوبه اللغه صح ولا لا؟ اما يتحدثون المحادثه سهله عندهم، بتحدثوا بطلاقه. اذا انت تحدثتي الى الطفل اهم شيء انه يكتسب اللغه في سن صغير وببلش يتحدث فيها. هلا القراءه الكتابه هذه بدنا ندخل في شويه صعوبات لانه هي لغتنا صعبة. اذا نبقي هذا الحوار قائما، هذا الحوار الشيق حقيقة، وهذه المشكلة في صعوبات الكتابة والقراءة، ولماذا هي صعبة؟ حوارنا نبقيه معك قائما أستاذة غادة أحمد الصلاح المدرسة في مدرسة Universal Learning. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة معنا هذا الصباح، ونبقي الحوار إن شاء الله إلى الأسبوع القادم نستكمل هذا الموضوع الهام جدا، أبناؤنا في المغترب كيف نحافظ على هويتهم العربية وعلى لغتهم وأن يتحدثوا بطريقة أفضل، ما هي النصائح من خلال تجربتك الأكاديمية؟ شكرا لك، إلى اللقاء.